ديفيد بيكام يظهر مفاتنه، تقرير أرسل دكاش. بإعلان جديد للملابس الداخلية، ظهر لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام لابس رداء النوم وعم بيودع أولاده الموجودين بالسيارة، وعلى غفلة أقفل باب السيارة على ردائه ومشيت فبقي بتيابه الداخلية، ولسوء حظه كمان أقفل باب منزله فاضطر يلاحق السيارة لاستعادة الرداء، وهون بتبدأ المغامرة والرقد من مكان إلى آخر، وطبعا مع التركيز على مفاتن لاعب الكرة يلي عنده عدد هائل من المعجبين. فيبدو أنه مش بس الجميلات بيظهروا مفاتنهم بالإعلانات وبيجذبوا عدد هائل من المتفرجين، فديفيد قدر بهالإعلان يلي انطلق على موقع يوتيوب أنه يثير جنون المعجبات. بيكهام البالغ من العمر 37 سنة هو أب لأربع أولاد، بروكلين جوزيف، روميو جيمس، كروز ديفيد وهاربر 7، وأسمائهم كلها موجودة كتاتوز على جسمه، وبيظهر هالأمر بوضوح بالإعلان. لكن يبدو أنه قضية الأوشام أثارت لغط، إذ أنها مش كلها ظاهرة بكافة اللقطات، الأمر يلي أثار شكوك عدد من المواقع يلي بتتابع هالمواضيع، وبتقول أنه معقول كتير يكون تمت الاستعانة ببديل شبيه لبيكهام ببعض اللقطات. لكن بديل أم لا، لا شك أنه الإعلان ناجح جدا ورح ياخد أهمية كبيرة لفترة لا يستهان فيها.